السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم وانس احمد عبد الباقي من قناة All About Renewables. فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن جزء مهم جدا بعد جزء Detail Losses اللي اتكلمنا فيه قبل كده. إذا كنت أنا النهاردة مثلا بتعامل مع عميل وهو بيقول لي أنا عندي استخدامات معينة من الشبكة، فأنا محتاج إن أنا أعرف أنا بغطي نسبة قد إيه من استخدامي للكهرباء في الشبكة ديت. يعني إيه هي اليوزر نيدز اللي أنا الكلاينت محتاجها وانا اقدر اجاوب عليه ازاي بالنقطه دي. طيب بدلا من ان انا اقول له مثلا اللود بتاعك 50 كيلو مثلا وانا هركب 25 كيلو فدي 50% او 60% او 40%، لا، يعني بيبقى ليها اكتر من طريقه ممكن نعبر عنها، ودي بتكون بصوره ما ظريفه في البي بي سيستم نقدر ان احنا نعملها. طيب هنشوف البروجكت اللي احنا شغالين عليه وبنعدل فيه كل مره. هنا كنا اخر ما وصلنا لحد التيل بلوسز، هندخل لجزء السيلف كونسومشن. السيلف كونسومشن ديت وديت الحقيقه لما بنيجي بنشتغل هي نو سيلف كونسومشن، ده الديفولت بتاعها. طيب نو سيلف كونسومشن يعني كانك كل السيستم اللي انت عامله هو طالع على الجريد، يعني بمعنى اصح كانك شغال فيد اند تيرف، كل الطاقه اللي انت بتنتجها من السيستم بتاعك هي طالعه للشبكه، فانت مش بتستخدمها عندك في البيت او مش بتستخدم حتى جزء منها. تمام. طيب ايه الاوبشنز اللي قدامي اللي انا ممكن اغيرها هنا واقدر ان انا اوضح بيها او اعبر بيها عن استخدامي للطاقه ديت او نسبه استهلاكي من الطاقه ديت، واشوف هو انا بستهلك قد ايه من السيستم بتاعي، هل اكتر منه ولا اقل منه ولا قد ايه بالظبط، وامتى بيكون وقت استخدامي. طيب في اكتر من طريقه بنقدر ان احنا نعبر بيهم على النقطه ديت بالذات. وبالمناسبه الجزء ده بنقدر برضه بنستخدمه في الاوف جريد، لان ده برضه بيعبر عن استهلاك. تمام. بل بالعكس وقتها بيكون هو دوت الجزء الاساسي عندنا في الاوف جريد سيستم، انك بتكون قايم على ديزاين على اليوزر نيدز. ولكن هنا في الاون جريد لو انا عندي عميل عاوز اشوف انا بغطي نسبه قد ايه من الاحمال بتاعته او الاستهلاك بتاعه. طيب اول طريقه فيكسد كونستنت كونسامشن، هنلاقي خانه هنا ظهرت ودي ابسط طريقه ممكنه. بيقول لي هل انت عندك استهلاك ثابت على مدار السنه؟ يعني النهارده لما بتيجي تقول مثلا والله انا عندي كام كيلو وات، ده الباور بتاعت اللي شغال عليها بصوره ثابته تقريبا، او كيلو وات اور بير يير استهلاك سنوي معين، او ميجا وات اور بير يير. فبتبدا ان انت مثلا لو انا عندي مثلا استهلاك مثلا سنوي على مدار السنه 10 12، بيبدا ان هو بيدخل في السيميوليشن بتاعتي، وده بيكون خلاص هو عارف ان انت استهلاكك في السنه بالقيمه دي. تمام. ودي ابسط صور اللي انت ممكن تعبر بيها. تمام. هنلاحظ ان هو هنا حتى حسبها، لما انا حطيت 12 ميجا وات اور بير، قال هي 12000 كيلو وات اور بير، اللي هي تقريبا بمعدل 1.37 كيلو وات. طبعا هو حسبها على عدد ساعات معينه. طيب القيمه ديت يعني دي صوره بسيطه جدا، ومش دي بتكون بتعبر عن الواقع يعني بافضل صور. يعني لما نيجي نشتغل هنا على النقطه الثانيه، ودي بصراحه هي الاكثر انتشارا ويعني الاوقع شويه، بيقول لي المانثلي فاليوز، يعني ايه القيم الشهريه دي؟ طب دي بتعبر عندنا ايه؟ دي بكل اختصار فواتير الكهرباء الشهريه اللي عندك. يعني انا النهارده لما باجي رايح اعمل سيستم لعميل وبتعامل معاه، اطلب منه فواتيره الشهريه على الاقل لمده سنه فاتت. ومجرد ما بدوس عليها بيظهر لي تاب ثانيه المانثلي فاليوز هنا، بتدخل فيها هنا وتشوف ايه اليونت اللي انت عاوز تشتغل بيها. هل انت هتدخل الوحده عندك بالوات او كيلو وات او كيلو وات اور بير دي او بير مانث او ميجا وات اور بير دي، وهكذا. طبعا على حسب السكيل بتاعك ممكن تشتغل بدل الكيلو وات اور بالميجا وات اور. طيب يعني لو احنا بنتكلم فواتير شهريه لبيت هنشتغل كيلو وات اور بير مانث، لو احنا شغال مثلا لمصانع او حاجات كبيره، حاجات كوميرشال مولات وكده، هنشتغل ميجا وات اور. تمام. طيب ممكن نشتغل مثلا بالكيلو وات اور ونقول والله انا استهلاكنا مثلا الشهري ندخل القيمه شهر بشهر، يعني مثلا 150 200 ايا كانت القيمه، يعني ممكن نقول له 250 ايا كانت القيم بتاعتي. ببدا ان انا بدخل القيم بتاعتي ديت هنا. طب هل في طريقه ان انا ممكن، يعني انا دلوقتي عشان بندي مثال بسيط، ممكن اقول له والله هنا اعتبر لي ان انا هشتغل 150 كيلو وات اور بالمانس واعمل ورك اوت. بدا ان هو يحط لي ارقام فاليو، هل دي ايدنتيكال ولا اد، ضيف لي القيم دي ليهم. ده لو انت عاوز مثلا تزود 150 لكل القيم. تمام. ملتبلاي تضرب فيها وهكذا، اكتر من طريقه دي بس جاست فور اكزامبل لو انت داخل تدخل قيم معينه. فدي كانت كانها بقت قيم خاصه بيا. تمام. طيب انا هنا بقول له دي تقريبا ال 150 كيلو وات اور بير مانث لو انا عاوز القيمه دي.
هنا بدخل على الجراف اقول له شوف لي المانثلي فاليوز وارسم لي الكيرف بتاع الاستهلاك بتاعي. تمام كده. لو انا بالكيلو وات اور هتبان هنا عندي، لو انا بالميجا وات اور هنلاقي العلامه اختلفت، بدل ما كانت 14 او 140 بقت اتضافت على اتقسمت على 1000. تمام. فدي الطريقه الثانيه. الديلي بروفايل ودي بتبقى طريقه ثانيه انك انت تدخل بيها الاحمال بتاعتك او الاستهلاك بتاعك، هل هو مستمر او ثابت على مدار السنه ولا هل هو سيزونال، يعني انت مثلا في الموسم الصيفي مثلا ليك استهلاكات معينه غير الموسم الشتوي، ولا هي بالمانس ولا بتتغير بالويك. ولو انت بتقول له بالويك هتقول له انت شغال كام يوم في الاسبوع، دي على حسب اللود بروفايل بتاعك متغير بمعدل قد ايه بالمناسبه. تمام. طيب لو انا قلت له مثلا هي كونستنت الديلي بروفايل، ببدا اقول له بقى انا على مدار السنه دي في الساعة الفلانية مثلا 10، في الساعة الثانية 25 وهكذا. ممكن أقول له هنا بكل اختصار، طبعا أقدر أغير الوات براحتي، خليها مثلا بالكيلو وات وأكتب هنا مثلا 200 دوس ورك أوت كده. طبعا هو عملهم ايدنتيكال شوية، ممكن نغير في الساعة بتاعته عشان نعمل شوية اختلافات. طبعا لو انت عندك القيم دي فعليه بتكون افضل، احنا هنا بس للتوضيح بنكتب بعض القيم. تمام. وفي الاخر بتدوس اوكي وبتبدا ان انت تعدلها. طبعا لان انا كنت قايل كونستنت اوفر ذا يير، ده الطريقه الاولى. هنا ممكن تدخل في الجراف بتشوفها مانثلي او ديلي او اورلي وهكذا، تبدا تشوف اللود بروفايل بتاعك بيترسم ازاي. تمام. طبعا وفقا للمدخلات اللي انت عملتها، ممكن تعمله سيزونال موسمي او مانثلي او ويكلي. اوكي. طيب دي الطريقه الثالثه. الطريقه الرابعه بروبابيلتي بروفايلز. انت هنا بقى الطريقه والله مختلفه شويه، انت بتدخل تقول له انا احتماليتي تقريبا قد ايه، يعني انا ما اعرفش القيمه الفعليه بتاعتي بس احتمال قد ايه. يعني اقول له مثلا انا هنا بالكيلو وات مثلا 50 كيلو. تمام. وهو بيبقى من 0 ل 50 احتماليه قد ايه. اقول له والله من 0 ل 50 5%، ومن 0 ومن 100 ل 150 15%، ومثلا هنا 7%، وهنا 3%، وهكذا. تبدا تلاقي اترسم لك بروفايل، ده بروبابيلتي بروفايل. الجراف هنا بيبدا ان هو يظهر. طبعا حصل كراش، هعمل بس كونتينيو عشان نكمل. هندوس كانسل، فهمنا المقصد منه. طبعا ده نقدر نشتغله كونستانت او سيزونال او ويكلي، المبدا ان هو هنا شغال على الاحتماليه. الطريقه الخامسه ان انا ممكن اعمل هاوس هولد كونسيومر. ايه الهاوس هولد كونسيومر ده؟ الهاوس هولد كونسيومر انت النهارده بتشوف انت بقى كمستخدم للمنزل بتاعك، بتشوف انا الاحمال المنزليه بتاعتي قد ايه. ده اكتر ممكن نبقى نشوفه في الاوف جريد، ولكن هنا هنشوفه بيشتغل ازاي. انا لما باجي اشتغل مثلا هنا سيزونال او كونستانت اوفر ذا يير، وابدا ان انا ادخل الاحمال بتاعتي، هدوس هنا هاوس هولد يوز. محتاج يعمل كراش، محتاج يعمل ريستارت بس. طيب هنا بيسالني الكونسومشن بتاعي، هقول له عدد الاحمال بتاعتي. مثلا لو لمبه ليد اقول له هي كام وات، مثلا 10، وعددهم قد ايه، مثلا 5 لمبات، وابدا ادخل باقي الاحمال. هل مثلا معايا تي في او بي سي، لابتوب، موبايل، لمبات ليد، الدومستيك امبلانسز اللي هي الاحمال الكهربائيه اللي عندك في البيت، الاحمال العاديه جدا. وبتدخله هنا عدد الساعات زي ما اتفقنا ان هنا دي بينفع تستخدم في الاوف جريد، واقدر ان استخدمها على الاون جريد، بس هي اكتر بتبقى مهمه جدا 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 في الاوف جريد، يعني بتفرق معاك في البطاريات وفي الاستخدام بتاعها بالظبط. وبتبدا انك انت تدخل كل الاحمال بتاعك. هنا سؤال مهم قوي مكتوب لي سبيسيفاي اورز، انا النهارده قلت له 15 ساعه. 15 ساعه دول امتى؟ امتى؟ ايه نظامهم؟ هندخل على الخانه الثانيه اللي هي اورلي ديستريبيوشن. 15 ساعه اللي انا عاملهم ديت متقسمه نص ساعه. تمام كده؟ وابدا ادخل جواها واقول له انا هنا اشتغلت في عدد الساعات دوت. انا ماسك الماوس ودايس كليك وما غيرتوش، كليك يمين بيلغي،
كليك شمال ريليف. هنا عملت ال 15 ساعه بتوعي. قال لي اوكي. وهكذا في باقي الاحمال. هنلاحظ هنا في بعض الاحمال تقدر انك انت تدخل القدره العدد والقدره بالباور، وتقدر انك تدخل عدد الساعات اليوميه. في احمال ما تقدرش تعمل كنترول عليها في كده، وبالذات الحاجات اللي بالمواتير. زي ايه؟ زي مثلا الثلاجه، الديب فريزر. انت اصلا طول اليوم مش شغال بنفس الباور، وبتختلف من مكان لمكان، لذلك تلاقي الاحمال ديت مكتوب عليها الاستهلاك الشهري او السنوي او اليومي بتاعها، مكتوب على النيم بليت بتاعها او على ورقه بتبقى مكتوبه وملزوقه عليها. فهو هنا كاتب لك كيلو وات اور بير داي، مش بيقول لك انت هي كام واط، لا هو بيقول لك هي كيلو وات اور بير داي. هنا بالنسبه للغسالات، الكلوز واشر والديش واشر، غساله الاطباق وغساله الملابس، الوضع برضه فيهم مختلف. انت لما تيجي تقول له مثلا افريج بتاعها قد ايه الوات بتاعها، لان هي ما بتشتغلش بنفس القوه بتاعتها طول الوقت، لان هي فيها مثلا لو بنتكلم على غساله فول اوتوماتيك فيها غسل وعصر، فيها كذا موتور، فيها كذا قدره، ما بتشتغلش طول الوقت بنفس الباور بتاعتها. تمام؟ فبنقدر ان احنا نضيف الاحمال هنا. اي حاجه عندك تكون عاديه ضيفها في الدومستيك ابليانسز او في الاذر يوز، ضيف هنا اي ابلكيشن الباور بتاعته انت محتاج تضيفها، وهنا بتحط الاحمال بتاعته. طبعا هنا لو زودت حاجات ثانيه هتلاقيهم بداوا يظهروا لك هنا، هتلاقي الساعات بتاعتهم زادت. وفي النهايه بتقول له لو انت شغال على مستوى السنه، انت شغال كام يوم في الاسبوع، او ويكلي يوز، بتضيف له كام عدد الايام اللي شغال عليه. تمام كده؟ طيب ده لو انا اشتغلت دوت. النوع الاخير خالص وده ابسطهم، ده لو انت مثلا شغال بقى في مكان، دي غالبا بتبقى في مصانع او في المباني اللي عاملين زي انظمه مونيتورنج للاحمال والاستهلاك بتاعهم، فبتقدر انك انت تعمل اكستراكت لللود بروفايل بتاعك على صوره سي اس في فايل، بيبقى ملف عامل زي الاكسل. الملف ده انت تقدر تجيبه هنا وتقدر انك انت تدخله على البرنامج على طول. طبعا هو البرنامج بس عامل كراش. اوكي، فتقدر انك انت تدخل الفايل ويقدر ان هو يشوف الاحمال، بيشوف الانوال نيدز والافريج لود والماكسيمم لود. طبعا بيكون معاك كل الداتا لانك عامل مونيتورنج على الاحمال بتاعتك، فبتظهر عنده هنا بصوره فعليه. تمام؟ فهنا مثلا ممكن نجرب دوت ونشوفه هيظهر بصوره عامله ازاي. المانثلي فاليوز مثلا، لو انا قلت دي الاحمال بتاعتي وده الجراف بتاعها. اوكي؟ وادوس اوكي. هيحتاج طبعا ان انا اعمل سيميوليشن تاني. عاوزين نشوف بس الاختلاف في الريبورت هيكون شكله قد ايه. هندوت هنكتب يوزر نيدز سيف ازين عشان يبقى فاريانت مختلف عن اللي قبل كده. انا بعتذر، كل شويه عمال يعمل كراش، مش عاوز اقفله وايد تاني. طيب هنا مبدئيا هيظهر عندي جزء مختلف. طبعا اللود عشان كان او اليوزر نيدز كانت قليله قوي، ولاحظ مكتوب هنا ان كان تيوزر فروم جريد وتيوزر فروم سولار. هنا مستخدم 1 ميجا وات اور من الشبكه، لان طبعا مش كل الاوقات اليوزر بيكون محتاج فيها الكهرباء بتاعته، بتكون وقت انتاج الطاقه الشمسيه يعني مش من الشمس، بيبقى في اوقات طبعا بتكون بالليل، فبيقول لك انت تحتاج من الشبكه القيمه دي، وفي القيمه دي انت تاخدها من السولار، والباقي ده طالع على الشبكه. طب ده نقدر نشوفه بصوره اوضح كقيم بدل ما هو مش باين هنا. هنا هنلاقي في خانه جديده ظهرت، الاي يوزر او الانرجي بتاعت اليوزر دي، الاستهلاكات اللي احنا كنا مدخلينها بايدينا، وده الاجمالي بتاعها على مدار السنه. تمام؟ ودوت اللي هقدر اخده من السولر يغطي الجزء بتاعي، والفائض بتاعي اللي هيطلع اي جريد هيطلع على الجريد. يعني من النهايه الاي اراي اهي غزت جزء لليوزر، دي اليوزر نيدز اللي انا مدخلها بايدي، وده الجزء منها اللي جه من الطاقه الشمسيه، والباقي بتاع دوت طلع على الجريد. طب لو انا اليوزر بقى الباقي بتاعي اللي هو 155 ناقص 63 هيجي لي منين؟ هيجي لي من الجريد اللي هو اي فروم جريد. تمام كده؟ فدي بتكون القيمه بتاعته. طيب بنشوف هنا باند ظهر لي كده برضو اضافي، ظهر بالقيمه هنا. بالمناسبة احنا كنا اتكلمنا قبل كان ده السبيسيفيك برودكشن، اليونت بتاعته كيلو وات اور بير كيلو وات بيك بير يير، وده معامل مهم جدا جدا جدا، بيوضح لي انا استفدت قد ايه
من كل كيلو واط انا بركبه من الالواح الشمسيه. ده بيتغير طبعا بتغير التلت انجل والازمس انجل واللوكيشن وكل الحاجات دي كلها. فده كل ما بيكون اعلى كل ما بيكون افضل بكتير. هنا البرفورمانس ريشيو وهنا البروديوس دي انرجي، طبعا لان انا مدخل باور فاكتور في عندي بالميجا واط او الميجا فولت امبير اور. هنا قال لي السولار فراكشن او الكفر ديت الكفرنج ريشيو، نسبه الجزء اللي انا مغطيه من اليوزر نيدز من الطاقه الشمسيه والجزء الباقي بيكون من الجريد. فهنا انا مغطي حوالي 48% من الطاقه الشمسيه. طب لو انا عاوز اوضح ان انا الاحمال بتاعتي فعلا شغاله بالنهار بس وقيمتها قد ايه، هدخله بالطرق الثانيه. طبعا انا هنا اختصرت اسهل طريقه ان انا احط القيم عشوائيه عشان نشوف بس التاثير بتاعها على الريبورت هيكون شكله عامل ازاي. تمام كده. في جزء تاني هنوضحه بسيط قوي، الجزء بتاع الاستورج ده. ده برضه نقدر نستخدمه برضه في الاوف جريد، ولكن هنا لو انا في الاون جريد اقدر استفيد بالجزء دوت ازاي. هنا نو ستورج، ده الطبيعي جدا شغال اون جريد ومفيش اي ستورج سيستم، لكن في ثلاث حالات انا ممكن اشتغل بيهم بستورج سيستم. اول حاجه سيلف كونسومشن، انا النهارده باني السيستم بتاعي بكل اختصار يغذيني انا وكانه شغال اوف جريد، ففي الحاله دي هتشتغل كانك اوف جريد عادي جدا. ففي الحاله دي سيلف كونسومشن، طبعا لازم تحط له احمالك وتبينها عنده. اول حاله تانية بيك شيفنج. بيك شيفنج دي بتظهر معاك، طبعا كلهم هتختار فيهم باتريز بس هنوضح ده كله لما نبقى نشرح بقى من الاوف جريد. بيك شيفنج ده اللي هو بكل اختصار لو انا مثلا عندي ليميتد باور اقدر اخدها من الشبكه 50 كيلو او 40 كيلو او 30 كيلو. ال 50 كيلو او 40 او 30 او 60 وانا مثلا عندي اللود في بعض الاحيان بشغل كذا حمل مع بعض بيوصل لل 70 وال 80، فالحاجات دي انا هجيبها منين؟ ففي الحاله دي ببدا ان انا ازود باتريز تشيل معايا الجزء دوت، او في بعض الدول بيحصل ان هم بيعملوا مالتي تاريف او فاريبل تاريفز، فبيبقى في بعض الاوقات بيكون وقت ذروه التعريفه بتاعت الكهرباء بتكون عاليه فيها، فبيفضل ان انت في الحالات ديت بتقلل استهلاكك بقدر الامكان. فبتعمل ايه؟ بتخلي معاك مصدر تاني بتكون هي الباتريز، تبدا ان هي تدخل معاك تقص لك البيك، يعني تعمل بيك شيفنج، تقص البيك بتاعتك، بدل ما انت مثلا لمده ساعه هتطلع من 50 ل 80، لا هي شالت ال 30 زياده دي وتخليه 50 بس من الجريد والباقي هي تشيله. تمام؟ الحاله الثالثه ويك جريد ايلاندنج. دي بنشوفها في بعض الاماكن اللي بيكون فيها الجريد ضعيفه جدا وبيحصل فصل للكهرباء كتير، فبنوضح له الجريد انافيلابيلتي بتقطع قد ايه وهكذا، ونوضح احنا عاوزين نحط البطاريات بكباستي قد ايه ونخليها معدل الشحن ومعدل التفريغ، وبنبدا نتكلم في كل ده كله عشان الباتري تكون سبورت ليا في الموضوع دوت. دول نقدر نتكلم عليهم بصوره مستفاضه باذن الله لما نبقى بنتكلم في الاوف جريد اكتر، لكن حبيت ان انا اوضح كل الاجزاء ديت باذن الله. فكده احنا اتكلمنا على كل الاجزاء ديت زائد الانرجي مانجمنت. نشوفكم في الفيديو اللي جاي بامر الله، ونتكلم على باقي اجزاء البي في سيست علشان نقدر نطلع ريبورت بافضل صوره ممكنه وبادق النتائج باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.